انتشار السوريين في دول الجوار والعالم وحرصهم على تأمين مستقبل علمي لهم ولأبنائهم، تبرز قضية تعديل الشهادات سواء منها الثانوية أو الجامعية كمطلب ملح للآلاف من السوريين الحريصين على متابعة تعليمهم أو الحصول على فرصة عمل تناسب مؤهلاتهم العلمية. نعم، موضوعنا اليوم عن تعديل الشهادات الثانوية والجامعية وأثرها على القبول الجامعي وكذلك على تأمين فرص عمل لأصحابها. نعم، ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا جهاد العويد خبير بشؤون التعليم. مساء الخير، أهلا بك. مساء الخير. مساء النور على الخير فيكم. بالنسبة لتعديل الشهادة أو الدينكلينك باللغة التركية، كيف تتم هذه العملية؟ لا، تعديل الشهادة أو الدينكلينك في البداية أنا حابب أوضحها شو هي. هي إثبات صحة تلك الشهادة، سواء كانت شهادة مزورة أم شهادة صحيحة. آلية التعديل نحن كيف بتتم، سواء كانت يعني للمرحلة الجامعية أو للمرحلة ما بعد الجامعية أو ل الشهادة الثانوية. طبعا المتطلب هي الأوراق الثبوتية اللي تثبت الطالب أنه حائز على الدرجة العلمية، يعني طالب ثانوية مطلوب شهادته الثانوية، مطلوب إثباتات الشخصية يعني جواز سفر، مطلوب إقامته. طبعا بيتوجه مباشرة إلى مديريات التربية في أي محافظة في تركيا، يقدم أوراقه، بتأخذها مديرية التربية بعد أسبوع أو أسبوعين ترجع له بعملية التعديل إذا كانت الشهادة صحيحة. أما المرحلة الجامعية تختلف شوي عنا، يعني اليوم أنا خريج كليات نظرية عن خريج كليات الهندسة عن خريج كليات الطبية، هناك عنا اختلاف كبير جدا في موضوع التعديل، وأيضا يختلف من دولة إلى دولة، يعني دول الحروب في كفة وباقي الدول الآمنة في كفة أخرى. طيب ما هي الاختصاصات التي لا تحتاج إلى تعديل أبدا؟ بصراحة بالنسبة لدول الحروب هناك قرار، كل دول الحروب تحتاج يعني مثال سوريا اليمن تحتاج شهاداتها إلى تعديل. طبعا حتى الدول الآمنة تحتاج شهاداتها إلى تعديل، ولكن آلية التعديل وطريقة التعديل ومتطلبات التعديل هي تختلف من دولة إلى أخرى. يعني مثال الشهادة السورية مثلا، أنت خريج هندسة بدك تعدل شهادتك، أنت بحاجة إلى عملية امتحان، وإذا لم يكن عندنا عملية امتحان هناك استكمال للمواد، فبوجهوك مباشرة بكتاب معين تتوجه إلى أي جامعة حكومية تستدرك المواد الاستدراكية. أما الدول الآمنة واللي ما فيها حروب مثلا، عندنا الكليات النظرية هي لا تحتاج امتحان، فقط أنت تقدم الأوراق الثبوتية، هاي الأوراق الثبوتية بتتوجه فيها كشهادة جامعية إلى مديرية اليوك بأنقرة، تدفع الرسوم المطلوبة ورسوم بسيط جدا، خلال سنة بتعدي بمراحل أولى وثانية وثالثة، يعني مراحل التدقيق، مجموعة مراحل متعلقة بعملية التعديل، وبعدين بيجيك الجواب بالموافقة أو عدم الموافقة. جميل. طب يعني من خلال تجربتك واحتكاكك مع الطلاب، شو أكثر المشاكل أو المعوقات اللي بتواجه الطلاب المتعلقة طبعا بموضوع تعديل شهاداتهم؟ بصراحة لا، يعني التعديل بيشمل تعديل الصف الأول والثاني والثالث والخامس، وتعديل الصف الثامن، وتعديل الصف التاسع، والبكالوريا والجامعة. ولكن نحن اليوم راح نحكي بأهم نقطتين، هي المرحلة الثانوية شو هي المشاكل المتعلقة ومشاكلها كثيرة، بالإضافة للمرحلة الجامعية شو هي المشاكل شو تأثيرها على فرص العمل. بالنسبة لمرحلة الشهادة الثانوية، يعني أنا اليوم حائز على شهادة، ربما الشهادة يعني يكون خاصة للسوريين، يعني هناك بعض المدارس تعطي شهادات، هي الشهادات غير معترف فيها لدى الدولة التركية، فيجي الطالب يروح يسجل على الجامعة وبياخذ قبول، والجامعة بتكتبه على تعهد انه انت خلال شهر بدك تجيب لنا التعديل، يعني انت واثق انه شهادتك صحيح. تروح بتقدم اوراقك للتعديل بمديرية التربية سواء باسطنبول او غير محافظة، بعد فترة بيجي بيقول لك التعديل، هي الشهادة لا تعدل، ما هي مستوفية الشروط، وبالتالي انت هون تعبت ودفعت مصاري، او كان عندك طموح او كان عندك امل، فهذا الامر هذا الأمل انكسر. أيضا عندنا الشهادات الأمريكية، يعني نحن عندنا الكل بيعرف شهادات الثانوية النظام الأمريكي، مساءات وليفل A1 ليفل إلى آخره. هاي الشهادات أيضا لها نظام معين، يعني كل دولة بتحدد شو نوع الشهادة اللي مطلوب من النظام التعليم الأمريكي للشهادة الثانوية اللي على أساسها الطالب يقبل في هاي الدولة أو ما يقبل في هاي الدولة. ايضا نحن بالنسبه للطلبه السوريين، وانا اؤكد لموضوع الثانويه، الطالب يلي جايب شهادته من عند النظام، يعني ربما انا وانت والكل حايزين على شهاداتنا ايام ما كانت
سوريا، هذا الطالب ليجي يعدل شهادته ويرسلها لمديرية التربية بالأول لازم يرسلها لوين؟ لغازي عنتاب للحكومة المؤقتة. طيب أنا بدي أرسلها في البريد، تروح لها شهرين ثلاث ما بتجي، أو الأوراق ربما تضيع. بالإضافة أنا بدي أدفع رسوم، يعني أنا مهجر وأنا وضع الاقتصادي متعب وإلى آخر، ولو رسوم رمزي 30 ليرة، فأنا مجبر أدفع للحكومة المؤقتة 30 ليرة حتى الحكومة المؤقتة تأكد من صحة الشهادة. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه، كيف الحكومة المؤقتة يلي هي في غازي عين تاب عم تتأكد من مدى صحة هي الشهادة الثانوية؟ يعني هذا إشارة استفهام، يعني بصراحة وعم بيعاني منها مجموع كل الطلاب، كل الطلاب اللي عم بيسجلوا في الجامعات. أما المشاكل اللي متعلقة بخريجين الجامعات، يعني أنا اليوم خاصة الطلاب اللي بدي يسجلوا ماجستير، أنا خريج كلية طب الأسنان بدي أسجل ماجستير، أحد الشروط اللي هي موجودة في الدولة التركية في نظام التعليم العالي في وزارة التعليم التركية أنه أنا لازم أعدل شهادتي من أنقرة. شهادة الثانوية مدة التعديل أسبوعين، شهادة المرحلة الجامعية مدة التعديل تأخذ عام وعام ونصف. وبالتالي أنا أحيانا أجي بدي أسجل في الماجستير شرطي كتعويضات سنية، بدي أسجل شرط أو تقويم، خلينا نقول تقويم على سبيل المثال، بدي أستنى سنة ونص لأعدل شهادتي. طب ربما ما تعدل الشهادة، ربما ما أنجح في الامتحان، وبالتالي يكون أنا درست وتعبت، ما بحسن أنام على شهادة الماجستير إلا ما بجيب التعديل. طيب أستاذ جهاد، دعنا نستعرض بعض الحالات اللي عايشها الكثير من الطلاب الخريجين السوريين. يعني على سبيل المثال شخص رابعة عم بيقول بإيدي كم مادة لأتخرج، لما جيت بدي أعدل كم سنة ممكن أرجع، كم مادة ممكن أحمل، وبأي لغة إذا بدي أقدم المواد المتبقية. هلا انا برايي هذا نظام اخر، يعني هذا متعلق بالجامعه اللي عم يتقدم عليها الطالب، هذا شان علمي يخص اللجنه العلميه اللي هي موجوده بكل جامعه، ما له علاقه بتعديل الشهادات الاساس. ولكن انا راح اعطيك جواب، يعني انت اليوم تختلف من جامعه الى جامعه، انت لتعدل موادك، يعني انت جيت سنه مثلا هندسه مدنيه سنه رابعه او سنه اخيره، بكل دول العالم ما في جامعه بتحطك سنه اخيره، اكيد بده يرجعوك لسنه، ولكن هذا الامر متعلق بكل جامعه، هو ليس قانون. انت بتقدم اوراقك يلي هي شهاده الثانويه، بتقدم كشف العلامات السنوات اللي درستها في الجامعه اللي كنت فيها، بالاضافه بتقدم وثيقه تسجيل انه انت بالفعل كنت طالب، بطاقه الجامعه اذا كانت موجوده، ومحتوى المواد او توصيف المواد، وهذا معروف لدى الجامعات، بتقدمه للجنه العلميه اللي هي موجوده بقسمك في قسم الهندسه المدني. اللجنه العلميه هي بترتقي، هي بتشوف ممكن يحطوك سنه ثالثه سنه ثانيه، ولكن بتركيا السنوات ما هي عباره الدروس، يعني انا مخلص 40 درس يا ترى ساعات كم درس راح يعدوا الساعات، تمام راح يعدوا لي 30 درس 35 درس، ولكن بالجامعات الخاصه دوما او الجامعات الاهليه التعديل فيها هو يعني بيكون اريح للطالب من الجامعات الحكوميه، الجامعات الحكوميه التقدير. نعم استاذ جهاد، بحاجه الى اجابات اسرع منك لو سمحت حتى ما يداركنا الوقت. ايضا شخص اخر متخرج من مناطق شمالي غربي سوريا او المناطق المتحرره، عم يقول هل ينطبق عليه نفس الشروط المنطبقه على من يحمل شهاده تخرج من جامعات واقعه بمناطق النظام؟ طبعا، ولكن لابد أن تكون شهادته، اذا كان عمليه نقل لابد أن تكون شهادته معترفه، يعني مش يعني الشهاده او الجامعه اللي درس فيها تكون معترفه في وزاره التعليم التركيه اليوم، ويقدم نفس الاوراق نظاميا ما في اي مشكله، اما اذا كانت غير معترفه فالجامعه ممكن ترفض اوراقه وتحطه سنه اولى. ايضا حاله اخرى، خريج معهد متوسط او تعليم مفتوح او جامعه افتراضيه، كيف ممكن يعدل شهادته؟ هلا بالنسبه للمعاهد الموضوع مع الاسف محزن جدا، وزارة اليوك أو وزارة التعليم العالي في اليوك أو اليوك يعني مديرية اليوك هي لا تقبل تعديل شهادات معاهد، وحدثت مشكلة السنة الماضية، عدلوا لمجموعة من الطلاب حاملين المعاهد من الدولة السورية، ولكن بعد فترة تواصلوا معهم ولغوا هذا الاعتراف، أنه هذا القيمة العلمية يلي أنت جايبها لا توازي القيمة العلمية اللي موجودة. طيب التعليم المفتوح أو الجامعة الافتراضية؟ هلا هن بيقدموها واليوك هو اللي بيقرر هذا الموضوع بصراحة. كان ما في حالات ممكن يعني عرفتها أنه تم تعديل شهادة افتراضية أو تعليم مفتوح؟ هلا بصراحة هذا الأمر ما تم نهائيا، يعني أنت بتعرفي دوما الجامعات الافتراضية أو التعليم المفتوح تعتبر درجة ثانية في التعليم، يعني من حيث القيمة العلمية، لأنه الطالب ما عم يدعم وما عم يتفاعل، هي المشكلة. طيب سؤال أخير لو سمحت، في حال طالب مثلا دارس الليسانس بلبنان والماجستير مثلا بسوريا، هو بده يعدل الماجستير على شهادة تركية، بيقدر ولا لازم يعدل من البداية؟ التعديل هو تسلسل من شهادة الثانوية، تعدل شهادة الثانوية بعدين تنتقل للمرحلة الجامعية،
بعد ما تنتهي المرحلة الجامعية بتقدم على مرحلة الماجستير، بعدها بتقدم على تعديل الدكتوراه. نعم، شكرا لك جهاد العويد خبير بشؤون التعليم، شكرا على هذه المعلومات. وشكر لك كل اللي شافونا اليوم، لهون بتخلص فقراتنا. أكيد فيكم تواصلوا معنا عبر موقعنا على الإنترنت syria.tv وعبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وأيضا انستغرام. نشوفكم الأحد. بكرة بنفس الوقت إلى اللقاء. لا بكرة في بيت طيب الأحد.